أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين. الرياح خفيفة لمعتدلة السرعة بوجه عام، متقلبة الاتجاه بين الحين والآخر، شمالية غربية، أجواء مستقرة، أجواء معتدلة تميل للبرودة خلال النهار وباردة خلال المساء. عبور السحب راح يستمر ويانا لعدة أيام، أجواءنا قد تكون غائمة جزئيا على بعض المناطق خلال الأيام القادمة. عبور السحب مستمر ويانا الليلة أيضا، والرياح خفيفة السرعة 8 كيلو متر في الساعة حاليا كحد أقصى، تصل في سرعتها إلى 28 كيلو متر في الساعة. أجواء باردة، درجة الحرارة حاليا 10 درجات مئوية، ونسبة الرطوبة تتراوح ما بين 60 إلى 65% في مدينة الكويت. ارتفاع نسب الرطوبة راح يخلينا بالإحساس، طبعا يخلي الإحساس درجات الحرارة ما تكون باردة أكثر، يعني تكون أكثر أو يعني أكثر اعتدالا. الرؤية الأفقية ممتازة، أكثر من 12 كيلو متر. صور الأقمار الصناعية تبين أن عبور السحب راح يستمر ويانا على فترات متقطعة ولعدة أيام، وخلال الأيام القادمة في فرصة لأمطار خفيفة متفرقة أثناء تقلب اتجاه الرياح في يوم الخميس. حتى نهاية اليوم الرياح خفيفة إلى معتدلة من 8 إلى 28 كيلو متر في الساعة. عبور لبعض السحب الغير مطيرة، درجات الحرارة تتراوح ما بين 8 إلى 12 درجة مئوية. البحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 3 قدم حتى منتصف نهار يوم الغد. أيضا سرعة الرياح راح تتراوح ما بين 8 إلى 28 كيلو متر في الساعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 17 إلى 19 درجة مئوية في أغلب المناطق، مع عبور لبعض السحب والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، شمالية غربية إلى قلبت الاتجاه، والبحر خفيف إلى معتدل الموج. ارتفاع الأمواج يتراوح ما بين 1 إلى 3 قدم. حتى مساء يوم الغد الرياح راح تظل حول معدلاتها من حيث السرعة من 8 إلى 28 كيلو متر في الساعة، مع عبور لبعض السحب، ودرجات حرارة تتراوح ما بين 12 إلى 16 درجة مئوية خلال فترة المساء الأولى. وأجواء طبعا أكثر برودة راح تكون في الفترات المتأخرة من الليل والفجر. البحر من فترات الحمل، المد الأول بإذن الله الساعة 12:52 دقيقة الظهر، والمد الثاني الساعة 10:44 دقيقة مساء، والجزر الأول الساعة 6:12 دقيقة صباحا، والجزر الثاني الساعة 5:29 دقيقة مساء. والبحر خلال النهار وأيضا خلال المساء راح يكون خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 3 قدم. المواقيت بإذن الله، أذان الفجر الساعة 5:17 دقيقة، والشروق الساعة 6:41، والمغرب الساعة 4:58 دقيقة. أما الطقس المتوقع خلال الأيام الخمسة القادمة، أجواء معتدلة تميل للبرودة خلال النهار، وأجواء باردة خلال المساء، ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام لعدة أيام، تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 20 كيلو متر في الساعة، وتصل كحد أقصى إلى 30 كيلو متر في الساعة. شمالية غربية باشر بإذن الله عبور لبعض السحب 19 العظمى وصغرى 8 درجات مئوية، ومن 8 إلى 28 شمالي غربي إلى متقلب الاتجاه أيضا حول هذه المعدلات، من حيث سرعة الرياح من 6 إلى 26 شمالي غربي إلى متقلب الاتجاه، والعظمى 20 والصغرى 10 درجات مئوية، وعبور السحب مستمر وأجواء معتدلة خلال النهار. أيضا في يوم الخميس 20 العظمى والصغرى 8 درجات مئوية، وأثناء عبور السحب في فرص لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح متقلبة الاتجاه من 6 ل 20 كيلو متر في الساعة، أيضا تستمر حتى يوم الجمعة في هذه السرعة من 6 ل 20 كيلو متر في الساعة متقلبة الاتجاه، مع عبور السحب 21 العظمى والصغرى 12 درجة مئوية. أجواء معتدلة راح تستمر ويانا خلال النهار ليوم السبت 20 العظمى والصغرى 11، ورياح شمالية غربية من 10 إلى 30 كيلو متر في الساعة شمالية غربية. أعزائي المشاهدين، الأجواء المعتدلة خلال النهار راح تستمر ويانا، والبرودة خلال المساء، وهو شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة بوجه عام، مع عبور السحب اللي بينزل البحر، فالأجواء مناسبة وموسم المربعانية مستمر ويانا. نشرتنا الجوية تنتهي، ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم.